واحب ارحب فيكم في حلقه جديده من سيتيز سكاي لاين في سلسله المدن الخضراء. وصلت تو 950 شخص عندي في المدينه. طبعا مرات هذا يكون هني مشكله في النقطه هاي، نحتاج خدمات زياده، نحتاج امور زياده، نحتاج يعني يا الله ها عدلنا المشكله المره الماضيه. انبر ونيد سكول، انا عارف ان نحن محتاجين مدرسه، بس نحن مش محتاجين محلات تجارية حاليا، فبغير المحلات وبشو بالمدرسة. كلهم استانسوا معناه، كلهم المفروض يوصلون للمدرسة ما عندهم مشاكل. هني بيستي منطقة سكنية على الأغلب، وعاد المدرسة محتاج شرطة اللي هو 12,000، محتاج مطافي 12,000، بنحطي مطافي شو اعادة تدوير عندنا صار. هذا مبنى جديد ما كان موجود في الاجزاء اللي قبلها على فكرة. انا اتصور اللعبة يشلون من افكار الناس يسوون مودات، وقاعد يسوون الحين قاعد يعدلون اللعبة لها يعني حدود خرافية. فلوتنج جاربج كولكتر هذا موجود لمنو؟ موجود للبحر. في وايد امور موجودة جديدة، بس طبعا ما ببني هذا الحين، لان اذا بنيت هذا الحين بتكون غلطة. حطينا نحن مدرسة والردي، نحن عندنا الجاربج جالس يغطي، ما عندنا جرائم بس عندنا خطر حرائق. خطر الحرائق عندنا أسوأ من هذا كله، فبحطي مطافي. المطافي راح يوفر علي تعب وعناء وايد الصراحة، أنا شبه متأكد من هالشيء. أنا أتمنى طبعا ما أطول في السلسلة هاي، بحطي سلسلة بسيطة، لأن كمدينة ضخمة نحن سوينا مدينة ضخمة قبل، والحين لازم نشوف شو الجديد. خلنا نشوف، قلت اني شفت قمر توه. لحظة انا شفت قمر، هي والله قمر. يوه يا القمر، شوفوا شوف يا لس ينزل الحين لين الصباح يطلع ينزل، لين الصباح يطلع ينزل. يعني شيء الصراحة شيء حلو، الصراحة شيء حلو. اذا تبون تشوفون الدي ال سي ولا النسخة الكاملة، أبغى تخلوا لي هالشيء تحت في الكومنت. خبروني تبون تشوفون النسخة كاملة للعبة ولا ما تشوفون. شوفوا الزحمة هني بدت شوي، ها شوي شوي بدت، بس أحسن شيء فصلنا الشوارع، أحسن شيء فصلنا الشوارع. هكذا اللي يمكن تستوي مناطق سكنية أصلا، على الأغلب الأرض راح أستعملها كامل، بس استعمال الأرض كامل مش معناه اسمه بوليسيز. ما ابغى احط بوليسيز الحين، بوليسيز مكلف وانا ما عندي الدخل اللي يخليني اتحمل تكلفه البوليسي الصراحه اللي عندكم بصراحه. يعني انا حتى الحين قاعد اتشاور على البيوت اللي داد، انا الحين بيت جديد معناه خدمات ايدد اكثر، معناه شغلات اطول. طبعا انا مش اني ما راح اسوي في التقاطعات هاي اي بيوت، راح اسوي اكيد، بس خلونا نختار هذا. محتاجين بيوت زين، ومحتاج محلات بس مش وايد محلات. اهم محلات اتصور ممكن يسدنا الحين حق المرحله هاي. ابا شوي شوي اطلع، لان ما بحط الدستركت الحين ولا المناطق ولا غيره. ابا احط صناعه، بعد الصناعه تكون نظيفه، لان الحين نحن عندنا انواع صناعه. شوفوا نورزنتال سبيشاليزيشن، Remove residential specialization of selected district and return zone to their default status. Okay. Self-sufficient building. Self-sufficient building. Residents recycle their waste and produce energy with solar panels and other means. Wow. يعني الحين أنا من بداية اللعبة أروم أحدد الزون هذا. Okay. Commercial. اورجانيك. هاي شغلات جميلة. يعني الحين لو انا اجيب المنطقة السكانية هاي، لحظة خلنا نشوف انزين، واقول يا منطقة سكانية انتو تخصصكم شو؟ سيلف سفيشنت. ممكن شو السالفة؟ افا ايه سوري، لازم احط زون اول.
اول شيء احط يزون هذا الكوميرشال مو على شوي بين خم معاهم مش مشكلة. عقب يوم بنحط الكوميرشال بنغيرهم بحط ماي هناك. لحظة هلا اشيلهم شوي كوميرشال ادف شوي هذيل. فيري نايس. هذا عنده مشكلة جريمة خايس كرايم ريتز هاي. المهم مش مشكلة الحين خلونا نسوي سيلف سفيشنت وهاي نحددها سيلف سفيشنت زون اللي هي هاي الحين العماير ولا البيوت اللي راح تطلع راح ينتجون كمية من الطاقة وراح في نفس الوقت يقللون استهلاك طاقة ويستعملون حتى الوساخة اللي عندهم راح يردون يستعملونها. يعني شيء ممتاز بس نقص عندي وايد ناس. سويت زون الناس طلعت الحين بترد تدخل. خلنا نشوف شو وضع القرض مالنا. وضع القرض شكله ممتاز. القرض اوكي لو باقي 10000 10000 اوكي مقدور عليها. فالطاقة النظيفة شكله مشروع ناجح لكن بدلوا لي البيوت كامل. هذا معناه اذا بردهم للوضع الطبيعي بعد بياكل علي فلوس وايد. بس الحين ما نزلنا في الماينس بننزل بعد شوي شوي بننزل في الماينس. زين الحين اذا قال لي لازم يسكنون من اول جديد انا بتوهق. انا ما بتوهق. انا اظني وهقت نفسي شوي وهقت نفسي. خلهم يستعجلون شوي. هاي الوهقة الخايسة اللي ما دانيها. نزلت من 1001 لين 200 لاني حددت البيوت كلها وخليتهم المباني الجديدة. بس شوفوا ترى ممتازة جنريت اوكي يدخل فلوس اقل بعد 30% بس يصرفون 30% اقل يصرفون كهرباء اقل. ونحن الهدف اصلا في السلسلة هاي ان نحن شو نسوي نسوي طاقة نظيفة. فالطاقة النظيفة راح تكون ممتازة. تقولي نيو سيروس انا ملحق على اللي عندي. انا ملحق لا تفضحنا الحين قدام العالم. اوه اروم اخذ قرض بس اذا اخذت قرض الحين يمكن اوهق نفسي شوي. هاي ما عندهم ولا شيء. هاي ابدا ما عندهم اي شيء. عندهم قاربج ولا شيء يوصل لهم. انا هاي اللي يحترقوا خلاص. اللي يحترق هنا يحترق لين مره يبند المكان. يبند المكان. عندي 3000 خلنا استعمل 3000 هني. هني الردي تقاطع فبشيل التقاطع هذا بستعمله بكمله على اساس ما اسوي تقاطع جديد. اشل هذا شرعها لازم كبرة ترام. شرع اذا تم على هالحال هذا بيسوي لي مشاكل. ما اقدر اخليها الشارع هني. بعدين اصلا مضايقني شكل المكان كامل. احس تخطيط تعبان الصراحة. ما كان بالطريقة اللي انا بغيتها بس لا انا سويتها بالطريقة هاي. بس يوم اني سويتها يعني ما بشتري ارض الحين. انا ملحق على الارض اللي عندي اشتري ارض. ما بنشتري ارض ثانية. خلينا نشوف شو قاعد يسوون هني. شو دكاكين عندهم. نيبر هود شوب صديقي انت دك. اوه لحظة شوف. بالعكس كاف دال دكان بس بالعكس كتبته. هاد دكان بس نفرق. دكان رفيق. كرايم ريتز هاي اعرف ان عندك نسبة جرائم. شكله يا جماعة اللي بيستوي بضطر اني احطيها ابطئ اللعبة اخذ قرض. هابدفع حق بعدين يمكن اتوهق فلوس احتاج 20000. فشو بسوي؟ بحط مركز شرطة على طول سريعا جلدي. اوكي بنحط هني ماي. اعرف ان هني ماي. اللي كان موجود السلسلة الماضية يعرف اني دايما ماي ما في عند الشعب. محتاجين ماي. انزين ابى اكبر الشارع هذا. يعني هذا الشارع اصلا بعده بغيره الى هات ابجريد دبل تو ذستاب لانه هو اصلا هذا المكان. اسويه بالطريقه هاي. تو ستيب بكسرك بكسرك بس من اول وجديد. وين المشكله؟ هاي اللي بكسرها مو مشكله. بس ان الشارع ما يتم على نفس الحال. لا مع نفس الحال معناه مصايب تستوي يا حبيبي.
يا حبيبي على الشارع الخايس. لحظة خلينا ندق استوب، خلينا ندق استوب. ليش استانست اني شليت شارع سوال؟ اعرف ترى بهدمكم، فخاطر اعرف ليش استانستوا اصلا. مستانسين على شو؟ انزين اشوف دورية تمشي هني زين. يا هي الدورية. الشرطة يوصلون، مكانهم رومانسي ها؟ مطافي؟ ما يوصلون. بنحط مطافي هني، بكبر هالمكان قريب ترى، ما بيتم فترة طويلة بالطريقة هاي. مش محتاجين حاليا اتصور، عادي مو مشكلة دام مطافي عندهم والشرطة قاعدة توصل. بس اوكي عادي، خلي يدبروا مركز شرطة عمرهم بالميزانية اللي موجودة حاليا، لأن لا لازم ببني مركز شرطة لازم. ليش؟ لأن أصلا هذا هني راح يستوي. منطقة جديدة، ما علي انت ما حد بيسوي مشاكل غيرك. انزين بنلف هاي المنطقة من هني وبنحط شارع هني على أساس إن نحط منطقة كاملة شو هني تجارية. وعندي مشكلة كهرباء توي، ما أخذ قرض ترى، ما عندي فلوس على فكرة والله، والمدخول نقص من الناس. الجزء هذا شكله بيكون في مشاكل كهرباء جدية على فكرة، بيكون في مشاكل كهرباء فعلية جدا عندنا. خلينا نوقف هذا لحظة، هذا الكهرباء ما راح تقزر مؤقتا. هاي كم؟ 40 مليون صح؟ هاي ب6000، 0 ل 8 مليون. يعني لو حطي 4 من هذا، 4 × 6 48 ألف تقريبا، 48 ألف مقابل 19 ألف، هذا ينتج أكثر وايد. كوست و وايد فرق، مفروض ما يكون يعطينا العلامة هاي، لأن الحين من يشتغل أيوه بيشبك. بس ما عليه مو مشكلة، خلهم يدخلون الفلوس. يا سيون عندي الناس، في عندي فلوس، لحظة في عندي فلوس. آخر شي نبغى يتوهقون في الماي. انزين بنمد لهم كهرباء كبيرة خلاص ما ينفع. شوفوا الحين لازم هامش الكهرباء يكون عالي، لأنه ما يشوف وضع مجاري. 100 100 الزباير مش اوكي ابدا ابدا، مش اوكي. بحط ريسايكلينج في بولوشن، في بولوشن يقلل بس ما يخفي البولوشن. يعني هذا فيه 100 بولوشن، هذا ربع البولوشن اللي هذاك يسويه ونفس السعر، اغلى دبل السعر. Stone Day Cities Recycling Center make less garbage pile up than the small amounts of raw material from the waste. يعني بعد ينتج لنا شيء زيادة من فوق اللي عندنا. Processing rate 48 ألف per week، يسوي بروسس هذا يجمع، هذا capacity، هذا يوصل 8 مليون خلاص يجمع. هذا يسوي بروسس، يعني الوساخة اللي تيه يقعد ينظفها ويكررها على أساس يستعمل منها مواد بسيطة تطلع منها يستعملونها المدينة. من يبدون يستعملونها يقل الويست اللي قاعد يطلع عندنا أصلا في المدينة كامل. والله حلو الأبديت الصراحة، أبديت جميل، أبديت وايد جميل الصراحة، يعني شيء مرتب وايد مرتب. بس المشكلة كنا بديت بداية شوي ضخمة بالشوارع، يعني أنا خسرت الفلوس كلها في البداية على الشارع. فمن ورا الشارع هذا استوى عندي إنتاجية شوي قلت. ما تشوفش أخبار الشرطة الحين؟ بجرب الدي ال سي والله. او لا، شوف كمية التلوث اللي هني،
جاربج اوكي للحين، بس لازم اسوي ريسايكلينج على فكره. ريسايكلينج لازم اسويه. شو نتجر الرصاص عندنا؟ جرينز والله. اوتسايد كونكشن، شوفوا هذا اويل برودكتس يبون من برا، هاي يبون غابات تشجير، هاي يبون ادوات زراعيه، هاي يبون حدايد. ما عندنا حد يسوي جودز؟ معقوله؟ ها اوكي نصدر جودز، كلهم يصدرون جودز. حلو حلو، تصدير شغالين كلهم. سياحه، شو السياحه هنا؟ دراج ستور مش مخدرات يا جماعه، هذا معناه صيدليه ولا ادويه، تخبركم يعني. الهيلث كير عندنا اوكي نوعا ما. Our vacation was extended should someone water plants while we are going the key as the flower. زي كلنا عرفنا خلاص. تويت هذا تويت الحين اللي بيسرق يسرق. عندنا نويز، هاي اللي يسوون نويز. بجرب في اللي عقبه، في الامتداد اللي عقب المدينه شوي اعزل التجاريين عن المدينه، يعني اخلي المدينه كامله يجون، بس مسافه يروح الدكان من بيتهم لين هني احس الدرب طويل، يعني ما يستوي الدرب هذا كله. بانكروبسي بيل اوت بيمنت بلان يو هاف ميجر يو كان تيك ا بيل اوت تو سيف يور سيتي اكسبت. هذا يا يقول لي ان انا انسان خلاص على الحديده ولازم اخذ قرض، والقرض هذا ارده. فالحين اذا تجارتي ما مشت على الصرفيه اللي انا قاعد اصرفها، راح خلاص يعلن انفلاسي. وعادي لو اعلن انفلاسي، نحن بدايه المدينه غامرنا شوي، برد ابديها من اول وجديد شوي، بس نعرف حدود المغامره كم، ما في مشاكل. انا ساير فيها اصلا من البدايه، خبرتكم ان فيها مخاطرة اصلا هالطريقة، هاي الاستراتيجية هاي خطرة اصلا. المفروض نبدأ نبني مدينة صغيرة نفس الاول، يوم سوينا مدينة في البداية وهذا وثبات اقتصادي وغيره، بس في شغلات جديدة انا بستعملها. هاي التكلفات زيادة، هاي شو اسمه تكلفة زيادة، هاي امور زايدة ما نحتاجها فعليا، انا قاعد احطيها ترى. سيتي تاون استويت 1500، حلو ممتاز. اعطوني فلوس، المفروض انهم يعطوني فلوس، ما اعرف كم صراحة، ما بدقق على كم فلوس اعطون. لا ما ابغى هني، ابغى بس هني هني، وهذا كم البيت. انا بشوف اذا هاي البيت وصلون بيسوون حق، يعني اذا هذا كبر على هذا بيسوون بيت كبير، بس ما ظني لان في فراغ، والمدينة اصلا على وشك الافلاس. والزون هذا اخاف ارده الحين، واذا رديت الزون نفس ما كان يوهقنا، لان يمكن يهدمون البيوت كلها. الحين البيوت كيف اشكالها؟ شوفوا عليهن سولر، عليهن سولر. هاي هذا بيت؟ انا اشرت العياده، والله العياده بعد عليها سولر. هذا شو ده؟ هاي جامه اللي فوق. زين وين البيوت اللي واعدين يكونون سولر وهذا ودنيا وطاقه شمسيه ويوفرون كهرباء؟ وين السولر مالهم؟ كله نصب تجاري ولا كيف؟ احس كله نصب يعني الصراحة. كم التاكس عندي انا؟ سؤال 11%؟ ما اظني اروم شوي اكثر. اسبن ديستركت خلنا نغيره، نسميه سويحان. سويحان زين، سويحان بالعربي. عربي بعدها سويحان اريا. هاي سويحان بعد ما طورت، مع انه مو اللي يخصه في سويحان، بس اوكي. الحين الهدف الناس تزيد، لاني انا قاعد امشي في الماينس، بس هاي احس ما قاعد يسوون شيء. يعني وين السولرز؟ اوكي انت قلت لي جرين سيتي، قلت لي كل شيء سيلف سفيشنت، وقلت لي بيحطون طاقه شمسيه، بس انا ما اشوف طاقه شمسيه عادي. اشوف هذا حاد دش ما ادري وين المويه من الاول، الكيبل تي في الحين. خلي عنكم سوالف تشوش، ما في يعني. والله شوفوا السكان عايز يزيد حاليا، وياسين نطلع من شو اسمه. وعندنا بيمنت بلان امرجنسي، يو كان اونلي هاف 3 لونز وان ات ا تايم. انا عندي 50,000 خطه طوارئ، اعطوني اياها. يعني يمكن في احتمال كبير ان ال 50,000 ترى انقذت المدينه ترى على فكره،
مش احتمال، على الاغلب انها انقذتني ولا كنت بيجي بالعيد اسرع، جاي بالعيد من بداية السلسلة. الحين في ناس تي، بس احس الدرب بعيد. لحظة، اذا فتحوا هاي واي، اذا فتحوا هاي واي بنسوي ابجريد. بعدها هاي واي لازم يكون عندي 5000 واحد. الهاي واي 5000 واحد، مش واحد ولا اثنين ولا 1000 ولا 2000، سوري، لازم 5000 شخص. فاللي اقدر اسوي اني انا اكبر الشوارع هاي ون واي، انزين كول ات داي. لحظة خلنا اشوف مش متساويين هاي، تبا لكم. انزين نجيب شوارع صغيرة نوصلهن في المين ستريت. والله كان عندي خطط حقهم هني، بس راح عن الخطط خلاص. هذا في المدينة الأساسية متركب، تشوف بالضبط. أوكي، هذا في المدينة الأساسية متركب بالضبط، ممتاز. الحين شو بسوي؟ بوصل البيوت، بخلي هالمنطقة شوي مفصولة عن الثانية، بس بشبكها من وين؟ من الوسط. بس بشبكها من وين؟ من الوسط، على أساس الدوريات. الدورية إذا بياخذ لفة مو تكون لفة عودة، أتمنى يعني ما تكون لفة عودة، لأن هاي اللي بيروحون تو ويز. بس هذا تو ويز ما بحد يطلع من هنا، أبى اللي يطلع من المدينة يضرب الخط هذا كله يوصل هناك. بعد مش منطق صح؟ بعد مش منطق. زين، إذا هاي السالفة نسوي ون واي هني، اللي يقدر يلف هني واللي يقدر يلف من هني لين هني. هذا كشوارع رئيسية غير الشارع الرئيسي اللي عندنا، عساس الناس ما تتضارب، عساس الناس ما تتخابص في الشوارع هاي كلها. بسوي هني هذا، محتاج كمية حلوة من الدكاكين. بحط الدكاكين في الوسط، بحط الدكاكين هني، وبحط سكان هني. هي موضوع البالانس هو اللي ياخذ وقت في اللعبة، على اساس الواحد يسوي التوازن بينهم. انا بس بخلي هاي المنطقة الحين اللي هم يستهلكون كهرباء وش اسمه اقل، لان ما في من اول وديت قاعد اهدم هني. خلهم يبنون هني يدخلون فلوس، لان القروض اللي علينا وايد. انا اتوقع اشوف هاي وقت الحلقة هاي حاليا. مرينا بكارثة شبه افلاس، على وشك الافلاس نحن اصلا. فنشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله، نكون عدل الامور باذن الله. نشوفكم، اذا عجبكم الفيديو لا تنسون لايك سبسكرايب، اشتركوا في القناة وشير للفيديو. فنشوفكم ان شاء الله في حلقة.